آية تتحدث عن حركة خفية للجبال كشفها الله لنا. يعلم السر وأخفى، سبحانه، يعلم دقائق، يعني يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنني أعلم دقائق أمورك، كما أخبرتك عن هذه الجبال أنا أعلم وأخبر بالأشياء الخفية التي تخفيها. سبحان منزل ذكر هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى، أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه، في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند رب تبشر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، لولا أن الله عز وجل سخر لنا السفن ما انتقل الإنسان عبر البحار من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ولولا أنه سخر البحار لتجعل السفن تجري فيها والفلك لما استطاعت السفينة أن تجري من مكان إلى مكان، ولولا أنه سبحانه سخر الرياح لتحرك أمواج البحار ما تحرك البحر ولا جرت السفن، فسبحانه وجل في علاه. مع رحلتنا الإيمانية المتجددة وأنزله بعلمه، نلتقي في حلقة جديدة مع أستاذنا الدكتور عبد الدائم الكحيل. نرحب بكم دكتور. بارك الله بكم. بارك الله فيك. لدينا سؤال كما تعودنا في كل حلقة، يعني يقول البعض إنه الإعجاز العلمي في القرآن يعني تلجأ إليه أو يلجأ إليه بعض الباحثون، لأن الأمة تعيش في تخلف وتريد أن تعوض نفسيا عن تراجعها وتخلفها عن البحث العلمي، فبماذا نرد على مثل هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الأمة متخلفة بالإعجاز وبدون الإعجاز، سبحان الله، لأن هذه حقائق واقعية ليس لها علاقة بموضوع الإعجاز، لأن صحيح. عدد باحثي الإعجاز قليل جدا جدا ويكاد يكون نادرا. نعم نعم نعم. وأي إنسان يمكن أن يتذكر في عقله كم باحث هناك، يمكن أن يعد على أصابع اليد الواحدة. نعم. أو الاثنتين. نعم. على الرغم من وجود الكثير من الأفاضل يبحثون، ولكن ليس لهم تأثير. نعم. إذن الإعجاز العلمي هو متقبل من قبل شريحة كبيرة وبخاصة من الشباب. لماذا؟ لأنه يخاطب الروح والعقل معا. سبحان الله. دائما تجد في القرآن الإعجاز العلمي مرتبط بالعبرة وبالنتيجة والهدف. صحيح. يعني لا توجد آية فيها إعجاز علمي ليس منها هدف محدد. مثال سريع. تفضل دكتور. وترى الجبال تحسبها ماذا؟ جامدة. جامدة. وهي تمر مر السحاب. الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانه وتعالى. طيب كيف تمر مر السحاب؟ لم يثبت إلا حديثا أن هذه الجبال تتحرك بمعدل سنتيمترات كل عام. سبحان الله. خلال 365 يوم الجبل يتحرك مثلا بحدود 2 سنتيمتر فقط. سبحان الله. حركة دقيقة لم يتم اكتشافها إلا من خلال الأقمار الاصطناعية والقياسات من خارج الأرض. من خارج الأرض طبعا. فضبطوا هذه المسافة الدقيقة جدا. سبحان منزل مليمترات. عجيب. إذن هذه آية تنبئك عن حقيقة علمية أن الجبال تتحرك وتمر. جميل. لماذا مر السحاب؟
لأن السحاب تدفع من قبل الرياح، صح؟ نعم. والرياح تتولد نتيجة فروقات درجة الحرارة. نعم. علميا. نعم. الجبال تدفع من قبل ضغوط تتولد نتيجة فرق درجات الحرارة تحت الجبال. تشابه عجيب. لكي لا نتأثر نحن البشر يتأثر هذا الجبل ويتحرق قليلا يحمينا وباستمرار، هو حماية لنا. يعني عشان كده رواسي أن تميد بكم. الله أكبر. طيب أنا الآن أمام آية فيها دقة علمية بمستوى المليمترات في السنة، يعني أكبر دقة يمكن أن تتخيلها. سبحان الله. وأكبر حقيقة كانت مخفية عن البشر قبل 40 أو 50 عاما، عندما أحد علماء ألمانيا افترض أن الجبال تتحرك والألواح تتحرك، اتهموه بالجنون. سبحان الله. اليوم هذه حقيقة مثبتة. سبحان الله. طيب كيف يختم الله الآية؟ انظر إلى الدقة، يعني أنا أريد أن أخذك إلى العبرة. نعم نعم. آية تتحدث عن حركة خفية للجبال كشفها الله لنا. يعلم السر وأخفى. سبحانه. يعلم يعني يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنني أعلم دقائق أمورك، كما أخبرتك عن هذه الجبال أنا أعلم وأخبر بالأشياء الخفية التي تخفيها. لذلك بما ختمت الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله أكبر. على الربط. ربط عجيب. لا يوجد عبث، لا يوجد عبث. إنه دقة. كلام الله. سبحان الله. طيب البحار، ذكرت البحار. نعم نعم. طيب ماذا عن البحار؟ نعم. البحار تتفجر الآن أمامنا في الدنيا، هناك بحار تتفجر. بحار تتفجر. هل رأيت نعم. انفجار للبحر مثلا؟ سبحان الله. هل تحب أن ترى مثلا هناك مشهد؟ أدلة عملية على ذلك. نعم. ليس عملية، مناظر طبيعية هذه. سبحان الله. يعني ترى بحر ينفجر. بحر ينفجر. نعم. سبحان الله. دعنا دكتور نحن يعني نشاهد هذا البحر كيف يتفجر بسبب ضغوط الأرض الهائلة التي تطلق هذه الحمم المنصهرة بدرجة حرارة آلاف الدرجات المئوية، فتختلط مع ماء البحر البارد فتولد مزيجا منفجرا يؤدي إلى ما نشاهده الآن في منطقة قرب جزر هاواي، هذه على شواطئ هاواي، حيث تصدر انفجارات لهذه البحار. إذن هنا البحر يسجر ويحمى أولا ثم يتفجر، مراحل كيميائية دقيقة للتفاعلات الكيميائية هنا. سبحان الله. إحماء ثم تفجير. ناحية علمية نتحدث، انظر إلى هذه الانفجارات، هذه كلها حجارة ملتهبة تطلق أصوات مرعبة، أصوات هذه الانفجارات مرعبة وتحدث في البحر ونحن غافلون عنها. عندما درس العلماء هذه الظاهرة ماذا وجدوا؟ نعم. وجدوا أن هذه البحار يجب أن يتم رفع درجة حرارتها لأكثر 1000 درجة مئوية الماء، ثم تتفكك بعض جزيئات الماء إلى الهيدروجين والأكسجين مشكلة مزيجا شديد الانفجار، هذا المزيج كمان. إذا جاءته الشرارة يطلق مثل هذه القذائف العنيفة جدا. الله أكبر. الله التي تنطلق لعشرات الأمتار في الهواء، وهي تنفيذ أيضا للكرة الأرضية، وهي رحمة بنا أيضا، رحمة لباقي الكرة الأرضية. سبحان الله. عشان بعض المشككين وبعض نعم يقول نعم. يعني كيف يؤذى بشر بهذه البراكين؟ سبحان الله. هي في جزء بسيط من الأرض لتحمي الله. كل من على الأرض. سبحان الله. رحمة. لذلك الآن نحن قمنا بوصف فيزيائي وكيميائي لهذه الظاهرة. جميل. هل تتخيل أن هذا الوصف يمكن أن نجد إشارة له في القرآن الكريم؟ الله أكبر. هذه ظاهرة جميلة جدا وعجيبة. طيب الله عز وجل أراد أن يخبرك أن يوم القيامة سوف تتفجر البحار. هل يضع آية هكذا عبثا ثم ينتهي الأمر، أم يجب أن يرافقها؟ طبعا لا نقول يجب، سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ولكن نعم. بالنسبة لنا رحمة بنا أنه وضع فيها دليل علمي مخفي. نعم. نعم.
إذا اكتشفته أيها الإنسان تدرك أن هذا المشهد ستعيشه يوم القيامة عندما قال تعالى وإذا البحار فجرت. فليس غريبا عليك لأنك رأيته في الدنيا، وهذه صورة مصغرة عنه. سبحان الله. طيب الآن أنا لدي مشهد آخر، وهو وإذا البحار سجرت. من سجر في اللغة سجر التنورة أي أحماه. رفع درجة حرارته. طيب لذلك قال تعالى ثم في النار يسجرون يحرقون. سلم يا رب. نعم. إذا سجر اشتعل. بعض التفاسير تقول امتلأ، هذه خاطئة قديما. نعم. الآن أصبح لدي آيتين في القرآن. آية تقول وإذا البحار ماذا؟ فجرت. والثانية وإذا البحار سجرت. سجرت. الترتيب العلمي كيف يكون للانفجار؟ الإحماء والتسجير أولا. نعم. ثم ماذا؟ نعم. ثم ماذا يحدث بعد الاشتعال؟ الانفجار. والانفجار. نعم. نعم. الاشتعال والإحماء والحرارة أولا بداية ثم الانفجار. ثم الانفجار. هذا جميل. الترتيب المنطقي والعلمي. سبحان الله. لو ذهبنا إلى القرآن نجد أن هاتين الآيتين وردت أول مرة في سورة التكوير وإذا البحار سجرت، في السورة التي تليها سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. ترتيب حتى عندما علم. رتبهما الله رتبهما علميا. علميا ترتيب الأحداث. فمن يستطيع أن يرتب هذا الترتيب، ومن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا خالق الكون سبحانه وتعالى. سبحانه وجل في علاه. ولكن لي تعقيب بسيط دكتور. يعني أرى كدارس لعلم التفسير. نعم. وإذا قلت أن هناك بعض المفسرين قال البحر امتلأ، نقول أننا ربما هذا وجه وصل إليه المفسر في أحد التفسيرات، وهذا وجه علمي جميل وجليل توصلتم صحيح إليه. صحيح. ينقل القلوب إلى الإيمان. صحيح. وإلى العبرة. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك دكتور. الحقيقة أنت أمتعتنا. أود أن أقول نفس الكلام، لأن التفاسير حقيقة فيها من الغنى اللغوي. صحيح. ما نكتشفه الآن من التفاسير، وستظل تظهر عجائب. نعم. أخرى لآيات. صحيح. الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير دكتور. وإياكم. على هذا لا سبحان الله، القرآن وآيات القرآن حمالة وجوه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن قرآن الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح لا تنقضي عجائبه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن الذي بين أيدي. لا تنقضي هي بصيغة المستقبل وبصيغة الاستمرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وقائدنا إلى الجنة ورفيقنا. اللهم آمين. أنزله بعلمه. أحبة الكرام، والله لو أنطق الله السماء لقالت ربي الله، والله لو أنطق الله الأرض لقالت ربي الله، والله لو أنطق الله الجبال والبحار لقالت ربي الله. نستكمل أحبة الكرام رحلتنا الإيمانية مع الدكتور عبد الدائم الكحيل. دكتور، ماذا عن البحار أيضا وما فيها من إعجاز ورد في القرآن الكريم يبين عظمة آياته في الكون وعظمة آياته في القرآن الكريم؟ يا سيدي، البحار هناك حديث في القرآن وفي السنة لا يكاد ينتهي. سبحان الله، أي اكتشاف في عالم البحار تجد له إشارة إما في القرآن أو في السنة. جميل. يعني مثلا سأعطيك مثال بسيط جدا. العلماء لم يكتشفوا أسرار باطن الأرض إلا في العصر الحديث. جميل. وتبين أن كل البحار تقبع على طبقة رقيقة ملتهبة. القشرة الأرضية تحت البحار قد تصل فقط إلى 5 كيلومتر في بعض المناطق، رقيقة جدا، بينما في مناطق اليابسة تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر. الله أكبر. هذه الطبقة الرقيقة الهدف منها أن تخرج منها حمم منصهرة تحدث انفجارات في أعماق المحيط لا نسمعها. ما رأيناه قبل قليل هو 1 بالمليون مما يحدث في أعماق المحيطات على فكرة. والله أخفاها عنا. أخفاها رحمة بنا. الله أكبر. وإلا صوت هذه الانفجارات يصم الآذان. سبحان الله. الله أكبر. لذلك هنا عندما تنزل إلى أعماق المحيط
ماذا يمكن أن ترى؟ سوف ترى عالما غزيرا بالحياة، كائنات، وقرب هذه الانفجارات تعيش كائنات حية يرزقها الله. عجيب، الله أكبر. وعلى أعماق سحيقة في أعماق المحيط هناك كائنات لم تكتشف بعد. كيف تتحمل درجات الحرارة هذه يا دكتور؟ خلقها الله بنظام متناسب مع هذه الحرارة ومع الضغط الهائل. يعني تصور أن الضغط في أعماق المحيط الهادئ يبلغ 1000 ضعف الضغط الجوي. بس ستنصهر هذه الكائنات. نحن لا نتحمل أن نضع إنسان في غرفة مغلقة ونضغطه مثلا 10 ضغط جو، سيموت. صحيح. فكيف تتحمل هذه الكائنات 1000 ضعف الضغط الجوي في أعماق المحيط على عمق 11 كيلومتر؟ سبحان الله. إذن هناك إعجاز ينبغي أن نتأمله ونتدبره. جميل. الاكتشاف المذهل الذي أذهل الملحدين أولا، لأنهم هم من كشفوه. أيوة. قالوا إن هناك على عمق 1000 كيلومتر تحت هذا البحر هناك بحر أعظم منه 3 أضعاف. بحر يعني محيطات الدنيا الآن التي أيوة. نعرفها كلها. جميل. لو أخذنا كمية الماء الموجودة في البحار والمحيطات على الأرض، نعم، سوف نجد على الأقل 3 أضعافها على عمق 1000 كيلومتر. سبحان الله. لذلك هذا الكشف عنونوه بعنوان غريب: بحر تحت أقدامنا تحت الأرض في أعماق الأرض على عمق 1000 كيلومتر. سبحان الله. طيب ما هذا البحر؟ ما الفائدة منه؟ يعني بحر تحت بحر أم نعم. بحر تحت اليابسة؟ البحر تحته طبقات ملتهبة نقول نحن. جميل. وعلى عمق 1000 كيلومتر تحت هذه الطبقات الملتهبة التي تلهب وتتدفق منها الحمم المنصهرة. جميل. يوجد بحر آخر. الله أكبر. دعني أرى معك أعماق المحيط إذا أحببت. حقيقة مذهلة الكلام. نعم. وهذا اكتشاف منذ يعني أشهر قليلة فقط، حديث جدا. وستذهلنا أن يربط هذا بالقرآن الكريم أو أكيد سنة بالقرآن والسنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبشكل أفصح وأكثر بلاغة. يا الله. يعني تصور هنا أعماق المحيط هنا على عمق تقريبا 5000 متر يحدث هذا المشهد، وتتفجر هذه الحمم المصهرة عندما تتدفق وتلهب ماء البحر. انظر كيف يلتهب هذا الماء ويصدر صوتا مرعبا أيضا، هذا الانفجارات، وهذا يحدث باستمرار الآن ونحن جالسون. هناك مناطق كثيرة يحدث فيها هذا المشهد. سبحان الله. لماذا يحدث؟ لأن البحر يقبع فوق طبقة ملتهبة نارية. صحيح. وتحت الطبقة النارية هناك ماء عذب. كيف يحدث ذلك؟ الله أكبر. طيب أصبح أنا كباحث علمي لدي حقيقة علمية لا أستطيع أن أغفلها. نعم. وهي كانت مفاجئة للعلماء، أن هذا البحر يوجد تحته 3 طبقات ملتهبة تحدث فيها معظم التفاعلات الكيميائية الحرارية التي تنطلق منها مثل البراكين والصدوع والزلازل، هي مسؤولة عن كل هذه الكوارث. جميل. ولكن أن تجد تحت هذا اللهب تجد بحرا، كيف تم يعني تخزينه وتسربه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب. يعني هل هناك أبسط وأعظم وأروع من هذا الكلام الذي لخص لنا به النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة علمية نراها اليوم بأعيننا؟ الله أكبر. فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا صلى الله عليه وسلم ينبئك بما في أعماق الأرض. فهل هذا النبي نقول عنه إنه نبي كما يدعون التخلف والإرهاب، أم نقول هو نبي العلم صلوات ربي وسلم الذي يعلم العلماء صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أتذكر الآن وأعذر أحد الصحابة الذين دخلوا على رسول الله ولا يراه لأول مرة، كان وافدا إلى المسجد النبوي، ف
فإذا به يقع مغشيا عليه عندما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتكلم بلغة يعني الدرواشة أو لا. أنا الآن أتذكر لما كان هؤلاء عندما يرون النبي يهابون هذه الهيبة لم تأتي من قليل. النبي بعدما أفاق الرجل قال له تواضعا منه صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا رجل؟ إنني ابن امرأة كانت تأكل القضيدة في مكة. تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. أشكرك دكتور على هذا الإدلاء الجميل. صلى الله عليه وسلم. تواضع مع علم غزير، تواضع مع عطاء إلهي ومعرفة. هل أوتي النبي أجهزة ينزل بها إلى أعماق البحار ليعرف هذه الأسرار؟ هل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مراكب فضاء يصعد يعرف السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع؟ إن النبي كان بينه وبين ربه وصلة الوحي العظيمة، رسائل ربانية ووصل رباني من خالق الكون. فلما نزلت آيات القرآن عليه كانت مطابقة لآيات الكون. صلوات ربي وسلامه على سيد الكون. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.